دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والموضوعات اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، وكمان قمة الكرة المصرية ما بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ14 من الدوري، بالإضافة إلى أبرز وأهم المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية، هي جامعة عين شمس، جامعة بنها، جامعة كفر الشيخ، جامعة سوهاج، جامعة دمنهور، جامعة دمياط والوادي الجديد وجامعة مطروح، وهيستمر إتاحة التقدم لحد يوم الخميس 26 يناير. النهاردة هيخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد تاني لقاءاته في الدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة ببولندا والسويد الساعة 4:30 العصر أمام البحرين. ونجح منتخب مصر لكرة اليد للرجال في الفوز في أول لقاءات الدور الرئيسي بنتيجة 28-33 على منتخب بلجيكا. وهيخوض منتخب اليد آخر لقاءاته في هذا الدور أمام الدنمارك يوم الاثنين الساعة 9:30 بالليل. النهارده والعشاء الدوري المصري هيكون ميعادهم مع مباراة القمة اللي هتجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في إطار الجولة 14. النهارده العشاء الدوري الإنجليزي هيكون ميعادهم مع 6 مباريات في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. ليفربول هيواجه تشيلسي الساعة 2:30 الظهر، وليستر سيتي هيواجه برايتون الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيواجه ساوثهامبتون فريق أستون فيلا، وويست هام مع إيفرتون، وبورنموث مع نوتنغهام فورست. الساعة 7:30 هيلتقي نيوكاسل يونايتد مع كريستال بالاس.